بايبولر ديس اوردرز، بيرسوناليتي ديس اوردرز، كل هاي انواع وفي اشياء كثيره اكيد اكثر من هيك كثير بالمنتال هيلث بروبلمز. هاي على سبيل الامثله او على سبيل المثال ولا الحصر. الان خلينا نحكي بس هيك شغله بسيطه عن الريسيرش عن المنتال هيلث في البلاد العربيه. الريسيرش اوتبوت ان ذا عرب وورلد هاز انكريزد باي اولموست 160% ان ذا باست 10 ييرز. يعني باخر فترات البحث العلمي زاد عندنا بشكل عام بنسبه 160%. لكن ومع ذلك despite the progress, the number of articles per capita remains remarkably lower for the Arab world compared to the rest of the world. ومع ذلك بظل رغم هاي الزيادة عدد الأبحاث بشكل عام بعده قليل إذا ما قرن بالدول الأخرى. Although mental disorders are leading cause of disability in the Arab region, which includes 5.54% of the global population, Arab countries produce only 1% of the global output of peer-reviewed publications in mental health research. يعني احنا عندنا 5.5 تقريبا بالمية من المنتال ديسوردرز حول العالم، لكن بالنسبة للأبحاث سوري الأبحاث عندنا بس 1%، المفروض يكون على الأقل البروبورشن. عندك 5% تقريبا تطلع 5 أو قريب على الخمسة. Due to various combinations of geopolitical, economic, cultural, and religious factors, nations with the Arab world have been recognized as being particularly susceptible to the socio-economic impact of mental health disorders. نتيجة إنه أغلب الدول العربية إذا استثنينا دول الخليج هي low and middle income countries، صح؟ وبالتالي حكينا كل ما زاد كل ما قل socio-economic level بزيد البردن تبع mental disorders. عنده مؤتمر بالكويت بال 1997 اللي هو بسموه Islamic Organization for Medical Science، وحكوا عن أهمية الـ يعني الانتجريشن لا المنتال هيلث ديسوردرز في البرايمري هيلث كير. لكن حتى الأيام هاي ما بتحسش إنه يعني في تقدم واضح في هذا المجال، لا زال في restrictions وفي limitations بتطبيق هذا الشيء. A review study revealed that beyond society and culture, persistence of mental illness stigma in the Arab world may be explained by absent or insufficient monitoring mechanisms of mental health legislations and policies within the healthcare setting. حكينا عنها بالبداية، حكينا عن الستيغما، وما أعتقدش إنه يعني الناس الآن لحد الآن بعدهم مش متقبلين فكرة إنه يكون حدا بالعيلة عنده mental disorder. سواء واحد عندك حدا سكيزوفرينيا أو عندك حدا عنده مانيا أو عندك حدا ديبرشن كبير ديبرشن، يعني الكل بيحاول. لازم صراحة أنا ما بعرف إنه في تقدم كبير في هذا المجال. السيجما موجودة عندنا في بلادنا وبعدنا بنحسب الأمور يعني بشكل مختلف. فالسيجما عادي جدا في البلاد العربية بالنسبة للمنتال هيلث ديسوردرز. في دراسة عملت بالأردن بـ2020 هي cross sectional study عملوها through online survey، عملوها على المنتل يعني أثر شوفوا الأساس المنتل health status of the general population healthcare professionals and university students during COVID-19 outbreak. استخدموا اللي هو ال patient health questionnaire والgeneralized anxiety disorder اللي هو GAD 7. أخذوا 4126 شخص. كان البريفالنس للديبرشن اند انكزايتي امونج انترستدي بارتيسيبانتس حوالي 23 مثلا، يعني يقول 24%، وهذا اللي هو للديبرشن 24% والانكزايتي تقريبا 13%. انكزايتي واز موست بريفالنت اكروس يونيفرستي ستودنتس تقريبا 21.5%، فولود باي هيلث كير بروفيشنالز 11.3 اند جنرال بوبوليشن 8.8. Another study examined the factors influencing attitudes toward seeking formal mental health services among attendants of primary health care centers. The participants كانوا 482. 66% من participants tend to use informal mental health services as the treatment strategy for psychiatric disorder. هو يعني
تحاولش يكون في شيء فورمال عشان ما يقول لك ما ينحطش شيء بملف صح؟ بتحكي عن 66% the result indicated that cultural beliefs about mental illness واللي related للستيغما أكيد هذا الحكي كمان and perceived social stigma were the factors most likely to affect individuals attitudes towards seeking formal mental health service. إذن formal لا تروح أنت على مستشفى مثلا حكومي أو مستشفى إنه يعني حتى مستشفى أعتقد خاص يعتبر formal إنه يكون لك قيود ويكون لك سجل وتراجع من نفسية الناس بعدها يعني they hesitate before doing this. فورمال بقول لك فورمال أنت يعني أنت موظف دولي تروح على مستشفى حكومي أنت لك سجل تروح على الصحة هذا لك سجل عند الدولة يعني أنت صار عندك أنت عندك mental health problem مش كل الناس تقبل هذا الشيء الحسابات كثير صح؟ من ضمنها طبعا للاستقبال من ناحية وظيفة في ناس بخاف انه ينطرد من وظيفته في ناس بقول لك ابصر ايش يعني في له حسابات كثيرة هاي دراسة كانت برضو على post-traumatic stress disorder among Syrian adults and refugees in Jordan. أنا كنت يعني مشرف على هاي الرسالة بالتكنولوجيا عملتها طالبة أعتقد تونسية الطالبة اللي عملت هاي الدراسة من 2018 كانت cross-sectoral study conducted among Syrian refugees aged 18 to 18 years in four cities with the highest density of Syrian refugees. The child post-traumatic stress disorder symptoms scale can be scaled خاص the child was PTSD was used to measure PTSD severity وحد الداتا برضه نظر عن طريق SPSS الريزلتس كانوا 1773 سيريان adolescent refugees the prevalence of moderate to severe PTSD among participants was 31% برضه نسبة عالية جدا 31 بال PTSD وبدنا نلاحظ شغلة هون احنا عندنا سيريان refugees بس وجود حالات زي هاي ايضا بيأثر على الكوميونتي لان انتم بتعرفوا برضه الريفيوجيز صح فتره كان جزء منهم كبير مثلا بالكامب لكن حتى في جزء الان في جزء كبير بيعيش بالكوميونتي انت عندك حدا ممكن انه بس مجرد يروح على المدرسه اوكي او مجرد يلعب بالشارع مع اشخاص اخرين ممكن انه يؤثر عليهم ان ون وي اور انذر اذا عنده مشكله نفسي The prevalence was higher in female adolescents compared with males with p-value كانت significant اكيد and in children who had one or both parents died compared with those whose persons whose parents were living together كمان هذا كان اعلى الشخص اللي فقد احد ابويه او كليهما برضه كان بشكي من مشاكل اعلى اجمالا the prevalence was lower in those living in Sahab city compared with مفرق city اللي كانوا بالمفرق كانوا جزء من اكثر الناس بشكوا لانه يعني اغلبهم كانوا في المخيمات اجمالا واللي كانوا في المخيمات مجرد انك ممنوع تطلع هاي لحالها استرس اغلبهم اجوا يعني بظروف سيئه على الطريق واجهوا صعوبات يعني قاسيه في ناس انقصف في ناس مات حدا بقصه هو جاي اصلا على الطريق تتذكروا كيف كانوا يجيبوهم سيارات الجيش عند الحدود بس يصل الحدود ياخذوا السياره يعني صراحه خبره ابدا مش كويسه الهم بغض النظر عن الليميتيشنز هذا رابط الدراسه اللي بحب يرجع لها موجود ونشرت هاي الدراسه في مجله اللي هي جورنال اوف بابليك هيلث مجله كويسه في مش راح اسالك عن الليميتيشنز انا مش موضوعي بس يعني كان في ليميتيشنز انه سناب شوت افكت اوف ذا كروس سكشنال ستدي اي كروس سكشنال ديزاين هو بالعاده اسوشيتد وذ سناب شوت افكت شو السناب شوت افكت لما بتعمل كروس سكشنال ستدي تعمل لك وسط صينية على طلاب الجامعة اليوم في شيء بسموه سناب شوت افكت شو السناب شوت افكت؟ حسب يعني احنا بنقول احنا سناب شوت بالكاميرا شو السناب شوت؟ صورة هسا انا اجي اصوركم صورة وانتم قاعدين هاي شو بنسميها؟ سناب شوت طيب انا الصورة هون جزء في ناس قبل شوي قبل بريك كانوا موجودين هسا مش موجودين في ناس كان امبارح موجود اليوم مش موجود ففي بكون فيها زي ايش بقول بيض شو بسموه السناب شوت افكت
في ناس حاب يحضر اليوم ما صارش معه مجال، فهمت علي؟ مثلا نفس الشيء. We did not collect data on whether adolescents had received psychological support services or not. هاي limitations، مش راح أسألك عن limitations. ب 2020 أنا عملت دراسة، هاي دراسة أنا عملتها ونشرتها بمجلة كويسة اللي هو كانت على psychological impact of COVID-19 pandemic among the general population in Jordan. كانت descriptive cross-sectional design. استخدمنا revised impact of event scale. إذا بتعرفوا impact of event scale يعني هذا السكيل للايفنتس، مثلا صار في ايفنتس زي مثلا الحرب زي الكوفيد 19، هاي ايفنت صح؟ في شيء بسموه ايفنت سكيل او الامباكت اوف ايفنت سكيل موجود، ارجعوا له. في تو فيرجنز منه، واحد في اظن 21 ايتم والثاني في الريفايزد في 15 ايتم. ماشي، كان التوتال بارتيسيبنتس او عندنا 2854 واحد من كل محافظات المملكه. Results, average score of the participants' response to the impact of event scale revised questionnaire turned out to be 22.5. The females were found to have more than double the odds of having an increased impact of event scale revised score. يعني كان odds ratio 2.2. كانت females هون أعلى إن يكون عندهم psychological خلينا نقول distress. أعلى من الشباب أو من الرجال الميلز، أعلى من الميلز بمعدل دبل 2.0. طبعاً أسباب أعتقد يعني نقدر نفسرها، الشاب قد ما يكون ممكن يطلع، ممكن بروح برا، حتى بأيام الحظر كانت الناس تطلع، يطلع مع أصحابه بالليل فيلم من هون مش عارف إيش فيه. الجزء كمان الستات بتقلق على أولادها أكثر، غير عن يعني الوضع بالبيت، التسكير، الحظر، كل هذا بيؤدي بجزء كبت بشكل عام. Participants who were older than 65 years old had triple the odds of having the same risk. اللي كانوا كبار بالعمر كانوا مهددين أكثر، صح، بالكوفيد 19، وبالتالي خلينا نقول الستريس كان عندهم أعلى بمعدل 3 مرات من اللي أقل من 65 سنة. في كمان شغلة having a family member diagnosed with COVID-19 placed individuals at 7-fold higher risk of having an increased score. اللي كان عندهم واحد بالعيلة عنده COVID-19 أكيد ما كنتوا تخافوا لما واحد انصاب بالعيلة؟ والله مو صحيح، ما بظنش. تشك ولا عارف مش صحيح. شو رأيك بخوف ولا ما بخوف كان بالعيلة؟ ما أعتقدش إنه هذا الكلام اللي بتشكك مش صحيح، بغض النظر يعني أعتقد إنه الموضوع محسوب. ماشي، إيش داعي نناقش؟ طيب نفس الكلام، كان في عندنا limitations اقرأوها، ما راح أسألك عنها، وهذا رابط الدراسة. أي سؤال حد هون؟ أي سؤال؟ أنا حكيت لكم راح كيف بشكل هيك بسيط عن الستريس وعن الانكزايتي، راح نقارن بيناتهم نشوف شو الستريس وشو هو الانكزايتي، ونحكي بعض الحقائق هيك البسيطة عن إيش الستريس. مين عنده ستريس اليوم؟ ليش عندك ستريس؟ مش نايم لك يومين، وارد النعس بيجيب ستريس. ها؟ شو عندك؟ يعطيك العافية. يلا كويس. Generally, stress is a response to an external cause such as tight deadline زي ما بحكي زميلكو، at work or having an argument with a friend and subsides once the situation has been resolved. مجرد أنت ما خلصت الفصل أكيد راح الستريس تبعك يخف. External causes include financial trouble, marital problems, job loss, fight with a friend. Stress usually diminishes after the external concern has subsided or a problem is resolved. How common is the stress? Stress is extremely common. Rarely can anyone completely escape it, but in recent years, self-reported stress has
تاير وكل ثلاث ناس تعبر عن الاسترس، بس الاسترس هو ادنى يعني خلينا نقول السايكاتريك ديس اوردرز لانه موجود عند كل الناس، وصعوبه يعني صعب زي ما قلنا تلاقي واحد فش عنده استرس. اذا حكينا ريرلي كان اني وان كومبليتلي اسكيبد. More than three quarters of adults report symptoms of stress, including headache, tiredness, problems. 80% of U.S. workers say that they experience stress on the job, and nearly half of all U.S. adults, about 40%, say that stress has negatively affected their behavior. The cost of stress, it's estimated that job stress لحاله cost U.S. industry more than $300 billion, 300 مليار a year. طبعاً على إيش؟ absenteeism، عنده stress مش قادر يروح على الدوام. وفيها طبعاً بالمؤسسات الغربية تحكي تليفون تقول I'm not feeling well، وتسكر التليفون وتروح على الدوام. بعض المؤسسات تسمح بهذا الشيء، بعطوه مثلاً معدل 7 أيام بالسنة تحكي تليفون يعني انتهي إلك أنت I'm not feeling well، وتسكر التليفون وانتهى الموضوع. تروحش على دوامك. فالأبسنتيزم راح تجيبوا حدا محله، تين أوفر بترك شغله، ديمينيشت برودكتيفيتي حكينا عنها، ميديكال أند ليجال أند إنشورنس كوست، ستريس كوست بزنسز أند استيميتد 125 to 190 billion إن أديشنال هيلث كير إكسبندتشرز بير يير، زيادة على الهيلث كير إكسبندتشر. هذا الرقم كل سنة تخيل قديش الرقم، خليه بس على 100 مليار، هو رقم هائل جدا. Anxiety is a person's specific reaction to stress. الآن حكينا الاسترس هو external، إله إشي causes external، لكن الانكزايتي هو reaction للاسترس نفسه. Its origin is internal. هناك حكينا external، هون internal. Anxiety is typically characterized by persistent feeling of apprehension or dread. شو يعني؟ شباب بتخلد، شو يعني هون؟ Persistent feeling. شباب بالخلف اللي دخلتوا هسه متأخرين، شو يعني persistent feeling؟ ليش؟ محضر محاضرتك؟ ليش ما حضرتش؟ روح غادر المحاضرة، الله يسعدك، بسرعة. انتوا مش معنا، يلا بسرعة. اللي مش المحاضرة يطلع، شباب بالخلف بسرعة. احنا اذا سمحنا راح يصير يدخل 500 كل يوم. هو مسكر بيجي بدوز طلابنا كمان متاخر. طيب. Unlike stress, anxiety persists even after a concern has passed. هناك حكينا احنا بالستريس مجرد ما انت خلصت امتحانك حسيت حالك بتجيب علامه كويسه بيمشي الحال. بس لانه اكسترنال انتهى، لكن في الانكزايتي حتى لو اجمالا انتهى الموضوع الى حد ما، بس لا تظل تفكر بالقصه. اذا in more severe cases anxiety can escalate into an anxiety disorder which is the most common mental health issue in the US. بعض الحقائق عن الانكزايتي، anxiety disorders are the most common mental illnesses in the US. حكينا affecting 40 million adults in the United States age 18 years and old. Anxiety disorders are highly treatable. Yet only 36.9% of those suffering receive a treatment. يعني تقريبا الثلث بس بياخذ علاج، مع انه هو treatable ممكن انه تاخذ علاج وتمشي الامور، لكن تقريبا الثلث فقط بياخذوا هذا العلاج. People with anxiety disorder are 3 to 5 times more likely to go to the doctor and 6 times more likely to be hospitalized for psychiatric disorders than those who do not suffer from anxiety disorders. إذا anxiety مهم جدا إنه يتعالج، إذا ما تعالج ممكن إنه الشخص يعني يصير يروح على المستشفى أكثر من غيره بمعدل يعني
ست مرات او بالنسبه للهوسبيتاليزيشن او انه يعني يروح على سايكاتريك فيزيشنز. اذا قارنا بين الستريس والانكزايتي، الستريس والانكزايتي ار بيرفكتلي نورمال هيومن رياكشنز تو ثريتنينج اور ورينج سيتويشنز. They are part of the fight or flight response that keeps us safe by preparing the body to deal with danger. Stress is the body reaction to the threat, whereas anxiety is the body's reaction to the stress itself. يعني إذا بدك تحسن صحتك النفسية وتكون يعني هيك تخفف من الستريس وتخفف من الانكزايتي، talk about the way you feel. أعبر دائما عن شعورك كويس. أكيد identify your triggers، شو الأشياء اللي بتحفز إنه أنت يصير عندك anxiety، يصير عندك stress، حاول إنك تتجنبها إذا ممكن. If they are avoidable, do something you enjoy. تحب تلعب رياضة روح العب رياضة، أو يعني ما تعمل أشياء اللي أنت قد تؤدي فيك ل stress أو anxiety أو أي mental disorder تاني. Take time to relax، نام كويس زي ما حكى زميلكم. Make a plan to stay well. Think about what helps you if you start feeling overwhelmed. برضو كون محضر، عندك بلان، لأنه أنا إذا حسيت حالي يعني مش مركز كثير، حسيت حالي تعبان، حسيت حالي عندي ستريس، يكون عندك طريق أو عندك بدائل أو عندك خيارات إنك أنت تخفف من هذا الستريس. Be kind to yourself. We are all humans. من جوردن، إحنا في عندنا limitations بالنسبة للمنتل هيلث ديسوردرز. إذا بدنا نعمل need assessment، الإيكونومي يعني إله أثر كبير جدا على المنتل هيلث ستيتس. Unemployment، في عندنا نسبة unemployment عالية إجمالا، وهذا ممكن زي ما حكيت قبل شوي يعني راح يزيد نسبة المنتل ديسوردرز. Having non-curable diseases، the chronic diseases بشكل عام هاي ممكن تأثر كمان. Refugee أو refugee crisis، أزمة اللجوء، يعني هاي لها دور. لما إجت كوفيد 19 كان في هاي ستريس، وفرجونا لكم الدراسات اللي حكت عن هذا الإشي. الرول اوف منتل هيلث بوليسيز هيومن ريسورسز فور منتل هيلث كير اند ذا ايفيدنس فور ذا بريفنشن اند تريتمنت اوف منتل ديسوردرز. لازم نشتغل على البريفنشن، احنا ككوميونيتي هيلث بنركز على البريفنشن. بعدين معنا شباب، ليش بتفوتوا على المحاضره؟ انتم محاضره مش محاضرتكم، مش فاهم يعني انت ليش داخل على محاضره مش محاضرتك؟ مين كمان طبيب الخلف معنا؟ انت شو اسمك؟ معنا الطبيب، تعالي هون خلينا نشوفك ونتعرف عليك. يلا الشاب هناك معنا، شو الاسم؟ احمد خطيب. انا ترى بنسى الاشكال، يعني فيتامين بي 12 ضار فترة. انت معنا باللقاء بالمحاضره، شو اسمك؟ مش سامع والله، سمعوني. شيماء معنا، انتم تعرفوها؟ ها حدا بيعرف شيماء يا جماعه؟ اللي بيعرف شيماء يرفع ايده اعطي علامه. علامة بس بضلع بالقاع بالآن، ما فيش ورافع إيده علامة بقسم له 10 عادي، ما فيش مشكلة. شيماء أنت معنا ولا لا؟ ونسلي، أنت طالبة طب سنة رابعة؟ مالكم والله ما نسامع الأشياء، حلوا لي المشكلة عندكم أنتم. خربت بالقاعة، الله معك يروح. أنا استرس عندي كده من كله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حكينا عن أهمية البوليسي شباب وصبايا، لازم يكون في بوليسي، لازم يكون في انتجريشن للمنتل هيلث ديسوردرز. كل الليفلز اوف كير سواء كانت برايمري او سكندري او تيرشري، لازم يكون في بوليسيز وتركز على هاي الاشياء، وتركز كمان مره على البريفنشن ان جنرال. ان سم كانتريز منتل هيلث بوليسيز ار ريستريكتد تو سايكاتريك سيرفيسز، هاويفر ا برودر سكوب از بريفيربل. زي ما حكينا لازم انت تعمل انتجريشن بكل
الليفلز الدبليو اتش او ديفلوب ذا منتال هيلث بوليسي اند سيرفيس جايدد باكج ديورينج 2000 to 2005. حكوا عن اسسمنت للبوبوليشن نيدز gather evidence for an effective policy, consult and negotiate, exchange ideas with other countries. يعني هم حطوا أشياء كثيرة. Conduct pilot studies, research مهم جدا تعمل pilot studies وتشوف كديش في عندك mental health. يعني research. إحنا نحكي عن research للتأكيد. والpilot study إحنا مشان نعمل verification إنه في يعني الإشي هذا موجود أو حقيقي ولا لا. Pilot هي verification. ماشي. بالنسبة للhuman resources بالmental health care, the implementation of mental health policies and plans depends on both the quantity and the quality. لازم يكونوا الناس اللي بيشتغلوا بالmental health services لازم يكونوا qualified, لازم يكونوا competent, trained personnel يقدروا يتعاملوا مع الأشخاص ويقدروا يشخص بشكل عام ويقدر يعالج. هذا واحد من الأشياء. هون التابل هذا بحكي عن median number of mental health professionals لكل 100,000 نسمة في WHO region. أفريقيا psychiatrist وفي عندنا psychiatrist psychiatric nurses وفي عندي psychologist وفي عندي social workers. إذا بتشوف لكل 100,000 تخيل بأفريقيا psychiatrist 1 in 10 or 0.1 لكل 100,000 تخيل. Americas 1.1 منطقتنا 0.9 قريب على الواحد. إيست ميديترينيان أوروبا 7 أوكي رقم كبير تخيلوا أوروبا. ساوث إيست آسيا 0.4 ويسترن باسيفيك 0.9 العالم كله 0.9 إذا كسايكاتر إيش بدك تأخذ؟ خذ الأرقام الثانية راح تلاقي. ارجع على أوروبا لو أخذنا السايكاتريك نيرسز 24.1 وأعلى رقم ثاني 5 أعلى رقم تقريبا 5.7 بالويسترن باسيفيك. تخيل في قفزة يعني من 5 ل 24. إيش كمان؟ سايكولوجيست اللي بيشتغلوا في المينتال هيلث أيضا باليوروب 2.7 والباقيين كلهم باستثناء الأمريكاز 1.4 والباقيين أقل من 1. سوشيال وركرز وركينج إن مينتال هيلث هاي سوشيال وركرز هون سايكولوجيست طبعا هون سوشيال وركرز نفس الشيء يوروب 1.7 والباقيين تقريبا ويسترن باسيفيك 1.5 والباقيين كلهم اقل من 1. فيعني اوروبا هي عندهم صراحه اهتمام كبير في الموضوع في المنتل هيلث وواضح انه الفرق بينهم وبين مناطق العالم المختلفه في اعداد الهيلث كير بروفيشنالز اللي بيشتغلوا في المنتل هيلث سيرفيس. في تشالنجز بشكل عام تشالنجز كبيرة بتواجه المنتل هيلث سيرفيسز المنتل سيرفيسز ديس اوردرز ان جنرال او المنتل هيلث ديس اوردرز السيرفيسز تاعتها. وفي جولز حطوا جولز كل جول له تشالنج. الجول الاول ايدنتيفاي الروت كوزز بدك تعرف شو السبب الاساسي شو يعني اساس المشكله لحتى انك تقدر تعالجه. الريسك والبروتكتيف فاكتورز التشالنج تبعها identify modifiable social and biological risk factors across the life course, understand the impact of poverty, violence, war, migration and disaster, identify biomarkers. الجول الثاني advance prevention and implementation of early interventions. Challenges تبعها support community environment, reduce the duration of untreated illness, develop interventions to reduce the long-term negative impact of low childhood socioeconomic status. On cognitive ability and mental health, develop an evidence-based set of primary prevention interventions for a range of mental health services or disorders. Develop locally appropriate strategies to eliminate childhood abuse and enhance childhood protection. في تركيز كبير على childhood لأنه حكينا أي شخص بتعرض من childhood لخبرة مش كويسة غالباً صراحة بتنتقل معه على أعمار أكبر زي ما بتعرفوا. PTSD, depression, autism, levels عالية من الستريس كل personality disorders ممكن إنها تنتقل. فبركز على child. عشان هيك في تركيز عليه. الجول الثالث improve treatments and expand access to care. Challenges integrate screening and core package
اوف سيرفيس انتو روتين برايمري هيلث كير، زي ما حكينا لازم تعمل انتجريشن لا البرايمري هيلث سيرفيسز للمنتل هيلث سيرفيسز في البرايمري هيلث كير، ريديوس ذا كوست اند امبروف ذا سبلاي اوف افكتيف ميديكيشن، حال قدر الامكان حاول تكون الكوست افوردبل، ديفلوب افكتيف تريتمنتس فور يوز باي نون سبيشالست انكلودينج لي هيلث وركرز وذ مينيمال تريننج، انكوربوريت فانكشنال امبيرمنت اند ديسابيليتي انتو اسسمنت. لازم نركز على الفانكشنال، اذا في فانكشنال امبيرمنت او ديسابيليتي في الاسسمنت لما الشخص بروح على اقرب مركز او اقرب طبيب. بروفايد افكتيف اند افوردبل كوميونيتي بيست كير اند ريهابيليتيشن، لازم يكون مش لازم انه يعني افوردبل، مش لازم نروح من هون لعمان مشوار بده وقت وبده جهد وبده فلوس، وغرات الناس ما بتروحش على الخدمه لانها بعيده نوت افوردبل. اذا الخدمه افوردبل واكسسبل سهل انك تروح عليها، ما دام قريبه سهل تروح، بعيده واحد من الليميتيشنز انك انت ما تسعى انك تحصل على الخدمه. Improve children's access to evidence-based care by trained healthcare providers. حكينا عن هالtraining. Develop mobile and information technologies such as telemedicine. عن طريق الapplications ممكن كمان نستخدمها لسهولة الوصول إلى الناس. الجزء الرابع raise awareness of the global burden of mental health disorders. لازم الناس تعرف شو الأثر تبعه. Challenge develop culturally informed methods to eliminate the stigma. نشتغل على الستيغما اللي حكينا عنها. استابلش كروس، طبعا الستيغما بتقدر تشتغل عليها بالكوريكولم بالجامعه، تحكي انه هذا الشيء طبيعي، هذا عاد زيه زي اي مرض ثاني. الان بعض الاطباء او يعني كثير من الناس زي ما بتعرفوا الناس خلينا نقول الساينتست بيعتبروا المينتال ديس اوردرز هو زيه زي الفيزيكال ديس اوردر، لانه هو نقص ناتج عن نقص مادي او زياده ماده في الدماغ، فغالبا الكيمستري البلد كيمستري البرين كيمستري اللي حكينا عنها. وبالتالي انت مجرد ما تعطي حبه هالدواء بيعيش حياته تمام، اذا هي مساله نقص او زياده مضبوط غالبا. طيب establish cross national evidence on the cultural socioeconomic and services factors underlying disparities and incidence diagnosis treatments and outcomes. لازم يكون في نعرف شو يعني ليش في بالمكان هذا زياده incidence مثلا عن المكان، نحاول نعرف ليش مثلا في اربد اكثر من عمان او اقل من الزرقاء وهكذا. develop valid and reliable definitions models and measurement tools for quantitative assessments at the individual and population levels for use across cultures and settings. Establish shared standardized global data systems for collecting surveillance data on the prevalence, treatment patterns and availability of human resources and services. آخر واحد build human resource capacity، حكينا عنها وتطرقنا لها. ما فيش ناس كثير بيشتغلوا فيه قبل شوي بالتابل، ما في ناس كثير بيشتغلوا في المينتال هيلث سيرفيسز. انكريز الكاباسيتي، لازم تزيد العدد اجمالا. ديفلوب سستينبل مودلز تو ترين اند انكريز ذا نمبر اوف كلتشرالي اند اثنيكلي دايفيرسلي اند سبيشاليتي بروفايدرز تو ديليفر ايفيدنس بيس سيرفيسز وسترينثن المينتال هيلث كومبوننت ان ذا تريننج اوف اول هيلث كير بيرسونيل. يعني صح انتم بتاخذوا مثلا في الطب اخذتوا مساق سايكاتري، قد هون يكون تعرض له محاضره، لكن واي نوت انه كل مثلا بالنيرسينج بال اذر هيلث كير بروفيشنالز كله ياخذ مساقات عن السايكاتريك ديس اوردرز او على المينتال هيلث، حيث هدف انه الكل يكون عنده وعي، يقدر يعني ينشر هذا الوعي ويقدر يوعي الناس، يقدر يمنع هدف البريفنشن، يقدر يمنع ظهور او حدوث هاي الامراض ان جنرال. في واحد ضمن التشالنجز ترانسفورم هيلث سيستمز اند بوليسي ريسبونسز، استابليش اند امبلمنت مينيمم هيلث كير ستاندرد، لازم يكون في مينيمم ونلتزم فيه، يعني على الاقل تحقق المينيمم. ريديزاين الهيلث سيستمز تو انتجريت المينتال هيلث سيرفيسز ديس اوردرز وذ اذر كرونيك ديزيزز كير، زيه زي الديابيتس، زيه زي الهايبرتنشن والهايبرليبيديميا والاذر كرونيك ديزيزز او نون كوميونيكابل ديزيزز. انكوربوريت ا مينتال هيلث كومبوننت انتو انترناشونال ايد اند ديفلوبمنت بروجرامز، يعني بتشوف في مساعدات برامج او يعني مؤسسات اللي بتعطي مساعدات دوليه، فلازم برضو في توصية انهم حتى بالمنتال هيلث ديس اوردرز دخلوا هاي الاشياء، بحيث انه المجتمعات اللي فيها هاي بريفالنس اوف منتال هيلث ديس اوردرز برضو تتلقى مساعدات معونات او بروجرامز على الاقل انه اللي بهدف الوقايه. يعني هاي تقريبا تلخيص للشيء اللي حكيناه. لازم يكون في كومبيتنت هيلث كير وركرز، بوليسي اند ديسيجن ميكينج، ودسكس ذا ستيغما ان ذا كوميونيتي. بشكل عام لازم يكون في انتر سيكتورال كولابوريشن، كل شيء في الكوميونيتي هيلث هو قائم على الانتر سيكتورال
كولابوريشن. في هون رابط ادخلوا عليه، هذا فور يور انفورميشن. هو في تولز كثيره، مثلا بدك تشوف انت اذا عندك انكزايتي، اذا عندك مثلا ستريس، اذا عندك اي، في كمان كثير من المنتال ديس اوردرز كلها الرابط موجود فيه، تقدر تفوت في اسئله بتجاوبهم، بعدين بعطيك التحليل وبقول لك ان عندك مثلا ما في عندك ليفل اوف ستريس، او عندك مايلد ولا مودريت ولا سيفير ليفل، حسب الاسئله حسب اجوبتك. يا ريت تشوفوا، حطيت لكم اياه للتوضيح. ماشي، اي سؤال شباب؟